في ظل ما تعيشه أمتنا من تقهقر وانحطاط وتخلف لا ينكره أحد، ومع ذلك نقرأ في كتب سير الصالحين وكتب سير من سبقنا يكلمون الناس عن أمجاد، يكلموننا عن سؤدد، يكلموننا عن رفعة، لا نشك في ذلك ولو طرفة عين. لكن السؤال، هل أمتنا محكوم عليها بأن تبقى في هذا التخلف أبد الآبدين؟ أليس من سبيل لهذه الأمة لتستعيد أمجادها؟ هل أتانا هذا الدين فقط ليعاش في القرن الأول أو الثاني أو الثالث؟ أم أن هذا الدين قد سطر لنا منهجاً نعيش عليه الأمجاد ما سرنا عليه، ونعيش التخلف كلما حدنا عنه؟ خلال هذه السلسلة الطيبة إن شاء الله تعالى نسافر وإياكم على قدر ما ييسره الوقت خلال 20 حلقة حول مفهوم إعادة ريادة هذه الأمة وإعادة مجدها الذي ضيعناه بأيدينا. هل القضية متعلقة بأمر واحد؟ أم أن الأوامر فيها مشتبكة ومتداخلة؟ لا نزعم خلال هذه السلسلة أننا سنحيط بكل جوانب نهضة الإسلام والمسلمين، لكن حسبنا فقط أن نعطي بعض الإشارات، مذكرين في ذلك بأصل خلقتنا، إلى أهمية دعوتنا، إلى ما يجب أن نقوم عليه من أمور العلم وصلة الأرحام وإقامة التوحيد وإعادة الأمور إلى نصابها. انتظرونا خلال هذه السلسلة المباركة في شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم. برنامج من القرآن إلى الإنسان يأتيكم في الأوقات التالية.